Hello, please introduce yourself. Hi, my name is Fabienne. أهلا بك، أنا اسمي فايبن من سويسرا وأقضي أجازتي هنا. فابيان، نعلم أن هذه ليست زيارتك الأولى لمصر، حدثينا عن رحلتك السابقة إلى هنا. المرة الأولى التي زرت فيها مصر كانت عام 2003 في مدينة الجونة. منذ ذلك العام ونحن نأتي لمصر بشكل دوري كل عام، سواء لمرسى علم أو الغردقة، وأيضا نزور القاهرة والأقصر، ولكن الزيارات الأكثر في الجونة. ما الذي يعجبك في مصر؟ وهل تمارسين رياضات مائية معينة في البحر الأحمر؟ أنا أعشق رياضة الغطس، وبالتأكيد البحر الأحمر هو أحد أجمل الأماكن في العالم لممارسة الغطس. وما أحبه عن مصر أيضا هو مناخها الرائع، ولديكم أيضا تاريخ حضاري قديم ومبهر. إذن الغطس والتاريخ والناس والشمس هم من يأتوا بي هنا عدة مرات. مع كل ما يحدث في العالم بسبب كورونا، كيف استطعت القدوم إلى هنا؟ فيما يتعلق بالسفر من سويسرا، فإن الأمور سهلة للسفر إلى مصر، فبعد 3 أشهر فتحوا رحلات السفر هنا مرة أخرى، ومن ثم كان السفر ميسرا. أهلا بك، اسمي فيكتوريا وجئت من روسيا. فيكتوريا، هل هذه زيارتك الأولى لمصر؟ لا، ليست المرة الأولى، حيث زرت مصر عدة مرات، وأنا أحب مصر كثيرا، خاصة مدينة مرسى علم. ما الخصوصية التي تحملها مرسى علم؟ أعشق هنا الشعاب المرجانية والبحر ورياضة الغطس وكل الأنشطة المتاحة هنا، كما أنها مدينة هادئة. ماذا عن الفصول المفضلة لديك لزيارة مصر؟ أنا أحب كل الفصول، ولكن فصل الصيف هو المفضل بالنسبة لي. كيف تختلف مصر عن بقية الدول المجاورة والتي زرتها سابقاً؟ السؤال صعب، ولكن مصر تتميز بمناخ خاص، وأشعر فيها بأحاسيس خاصة، والأجمل فيها هو البحر، وكل الأشياء الأخرى جميلة. في النهاية، ما تقييمك للإجراءات الصحية في مصر في المطار والفندق؟ نعم، أشعر بالأمان، لأن كل مكان يطبق الإجراءات الوقائية ضد كورونا، وهنا نحافظ على التباعد وكل شيء آمن، وأشعر بالراحة ولست قلقة على الإطلاق من كورونا. أهلا بك، أنا من بيلاروسيا. هل هذه زيارتك الأولى لمصر؟ زرت مصر 3 مرات من قبل، ولكن هذه هي المرة الأولى لي في مرسى علم. ما انطباعك عن مرسى علم، وما الذي يعجبك هنا؟ أحب رياضة الغطس وأيضا الشعاب المرجانية. هل ستعودين مجددا إلى مصر؟ أعتقد أنني سأعود هنا مرة أخرى بعد 2 أو 3 شهور، لأنني أحب هذا المكان. يعني بعد وقت قصير، لماذا؟ المكان هنا جميل جدا ويصلح لممارسة كل الأنشطة. تجتذب رياضة الغوص مئات الآلاف من الغواصين سنوياً، وطبعاً يأتون من كل أنحاء العالم إلى مصر، ورسخت مرسى علم نفسها في السنوات الأخيرة كوجهة متميزة للغوص. ومعنا الآن رافائيلا من دولة البرازيل التي حضرت إلى مرسى علم لممارسة رياضة الغوص. رافائيلا، سعداء بوجودك معنا، أين تعلمت الغوص؟ تعلمت الغطس في إحدى مدن البرازيل.
كيف تختلف التجربة في البرازيل عنها في مصر؟ هنا الشعاب المرجانية كبيرة جداً مثل الحوائط وخلابة والأماكن مفعمة بالحياة. البرازيل بها مواقع غطس جيدة أيضاً، ولكن الفرق الأكبر بينها هو الشعاب المرجانية، حيث تكتسي بالألوان الجميلة والتي لا يوجد مثلها في البرازيل. هل هذه زيارتك الأولى لمصر؟ نعم، هي الزيارة الأولى لي. وكيف تقيمين رحلتك خاصة مع إجراءات كورونا المشددة حول العالم؟ قد حصلنا على شهادة تلقي اللقاح، ومن ثم كانت الأمور سهلة. أنا لم أكن قلقة بشأن الإصابة بكوفيد لأنني حصلت على التطعيم، لذا أنا مطمئنة. وقررنا المجيء، وكنت مشتاقة جدا للسفر لأننا نعشق مصر. وقمنا بعمل رحلة بحرية في النيل، وكانت رحلة مبهرة، وأنا أشعر بالأمان التام هنا.